السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير جميعا. أتمنى الجميع يكون بصحة وهنا وسعادة. معاكم اليوم نياد بناجة، استشارية الأمراض النفسية ومعالجة نفسية. حلقتنا الليلة حتكون اسمها الثقة أم الكبرياء؟ الموضوع عن الثقة بالنفس وتوكيد الذات. تعريف الثقة بالنفس، تعريف توكيد الذات، إيش الفروقات بينهم؟ هل هما يمشوا بعلاقة طردية مع بعض أو لا؟ وكيف ممكن نحسن ثقتنا بذاتنا؟ لو جينا تكلمنا إيش معنى تعريف الثقة بالنفس أو ما يطلق عليها السلف استيم، اللي هي الثقة الداخلية. سلف استيم أو الثقة الداخلية تعني هي أفكارنا التي تدور داخل رأسنا عن ذواتنا. إحنا إيش بنفكر في نفسنا؟ إيش نوعية صفاتنا، شخصيتنا؟ كيف إحنا نفكر فيها وكيف نشعر تجاه هذه الأفكار؟ يعني أنا إنسانة جيدة، أنا أعتقد أني أنا محبوبة، أني أنا ظريفة، أو أني أنا سيئة الطباع، أني أنا عصبية، ما إلى ذلك. فهذه هي فكرة أفكار عن الثقة بالنفس ومشاعرنا تجاهها. طيب أنا شايفة نفسي أني أنا طيبة، هل أنا سعيدة بأني طيبة ولا لا؟ هل هذا مضايقني في نفسي؟ هل هذا يشعرني دائما بالذنب؟ وما إلى ذلك. الثقة بالنفس هذه أو السلف استيم فيها جزء آخر، اللي هو نظرتنا أو تفكيرنا في أفكار الآخرين عننا، مشاعر الآخرين عننا. طيب أنا شايفة نفسي كويسة وطيبة وحلوة وما في أحلى مني، لكن في المقابل أعتقد إنه الناس مو شايفين ده الشيء، أو أشوف لا الناس يعجبوا فيا كل ما أدخل مكان. فهذه هي فكرة السلف استيم أو الثقة بالنفس، بمعنى إنه أنا بفكر بأشياء وأشعر بها عن ذاتي، عن صفاتي، عن شخصيتي، وكيف يراني ويعتقد في الناس. هذا رقم واحد. توكيد الذات أو تعزيز الثقة بالنفس اللي احنا نسميها self confidence، هي عبارة عن التصرفات التي نقوم بها لها علاقة بأفكارنا ومشاعرنا، اللي هي الثقة بالنفس. إذن الثقة بالنفس هي الأفكار والمشاعر، في حين أنه توكيد الذات أو تعزيز الثقة بالنفس هي تصرفاتنا مقابل الأفكار هذه والمشاعر تجاهها. طيب هل الثقة بالنفس وتوكيد الذات يمشوا بخط متوازي أو علاقتهم تعتبر علاقة طردية؟ حقيقة لا. أحيانا يكون الإنسان عنده ثقة عالية جدا بنفسه لكن توكيده بالذات ضعيف، أو أنه يكون ثقته بنفسه قليلة وتوكيد الذات عالي. هو المفروض انهم يمشوا الاثنين في خط متوازي، واحد واثق من نفسه، تعزيز الثقه بالنفس عاليه، او العكس. لكن في حالات معينه تحصل انه الثقه بالنفس لا تتماشى مع توكيد الذات. مثلا لو الانسان عنده ثقه جدا بنفسه انه هو انسان كويس وشكله كويس ومحترم وقوي وشجاع وما الى ذلك، لكنه في المقابل لا يتصرف بهذا الشيء بحيث انه لا يرى نفسه أعلى من الآخرين، لا يتكبر على الآخرين، لا يشعر بالفوقية على الآخرين بسبب الصفات الحسنة اللي عنده. فهذا إحنا نسميه الإنسان المتواضع. لكن لو كان الإنسان ده عارف إنه عنده هذه الصفات ومع ذلك يعامل نفسه بأقل من الآخرين، يصير هنا عنده مشكلة في التعزيز بالثقة بالنفس. لكن عموما الشخص المتواضع مقبول جدا إذا كان بيعامل نفسه مثل الآخرين، ليس أقل ليس أعلى. الحالة الأخرى، الإنسان ضعيف من جوه وعارف إنه ضعيف من جوه وما بيحب نفسه، لكن في المقابل تصرفاته وأفعاله دائما توري إن هو في علية، في فوقية، أعلى من الآخرين، يدوس على الآخرين برجوله. هذا الإنسان في اللي هو الكبر، الغرور، وقد يصل إلى مرحلة اللي إحنا نسميها العنف. لذلك دائما الناس يصيروا عندهم يعني رفيع جدا بين الثقة بالنفس والكبرياء والغرور. إيش الفرق بينهم؟ إنه هو لا يوجد توازي بين الثقة وبين التصرفات. الفكرة والمشاعر اللي عنده تختلف تماما عن تصرفاته. يعني هو مبين إنه هو شايف نفسه وإنه هو أقوى منه، ما في وعنيف، ولكن في الحقيقة داخليا هو هش وضعيف جدا. خلينا ناخذ مثال. ناس واقفين في طابور، هذه من أشهر الأمثلة اللي تستخدم. ماشيين في الطابور وبعدين جاء شخص عدى الطابور هذا كله وعداهم وقف قدامه، طبعا حركة جدا سيئة. هنا في الطابور حتلاقوا 3 أنواع أو 4 أنواع من الناس في ردة الفعل للشخص اللي تعدى عليهم في الطابور. واحد منهم حيقول له ارجع ورا،
انت ما تستحي، انت واستخدم جميع الالفاظ السيئة والنابية واللي فيها علو كبير، انا احسن منك، انا اهم منك، انا واقف هنا في الطابور قبلك، لازم تحترمني، وا 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 وا. هذا الشخص الاول. الشخص الثاني حيقول يلا خلاص خليه يعدي وخلاص، انا ما في اعمل مشاكل اليوم. هذا الشخص رقم اثنين. الشخص رقم ثلاث حيعمل حاجة بين الاثنين، هو عداه، لا حيزعل ولا حيخليه، بس حيديله كلام من ورا الورد. في ناس والله ما يستحوا وما حيكلم، ممكن يديله دفة بإيده يخليه الأشياء اللي في إيده تطير، ونسميه هذا الشخص اللي هو passive aggressive، يعني اللي هو عنيف بس من تحت لتحت، يديله نظرات، يتكلم مع عليه مع الشخص اللي جنبه، والتاني زعمه، فهذا الباسيف اجريسيف. الثلاثة هذول لو نيجي نراجع الثقة بالنفس حنلاقيها ضعيفة جدا، لأنهم ما عرفوا يتعاملوا التعامل الصحيح مع الشخص، ألا وهو لو سمحت يا أستاذ إحنا واقفين في الطابور ممكن ترجع لورا. زودها وما رد، حوصل للمحاسب وأقول له لو سمحت ترى أنا واقف في الطابور قبله، خليني أمشي في طريقي أو خليني أمشي في طابور. هذه الشخصية هذه عندها ثقة بنفسها، وفي المقابل عززت هذه الثقة بالأسلوب الجيد المحترم. أما الثلاثة شخصيات الأخرى اللي بينت أمام الناس، يعني الكل قال ما شاء الله عليه، والله زعق فيه ما خلاه، وهو يرجع حيقول لزوجته لما يرجع والله بهدلت لك واحد في الطابور، في الحقيقة هو أنت ما بهدلته، الناس كلهم انتقدوا، يعني نسيوا حركة الشخص اللي عداهم وانتقدوا الشخص اللي غلط باللسان أو غلط بالكلام أو بالحركات أو بالتصرفات. فهذا اللي يوضح لنا أنه الثقة بالنفس وتوكيد الذات مختلفين، مو دائما يكونوا ماشيين في نفس الخط. الشيء الآخر اللي الآن يعني هذه تسمية حقيقة أنا مطلعتها، اللي هي الثقة بالنفس الكاذب أو سودو كونفيدنس، أو في الحقيقة كمان اسمها فيرتشوال كونفيدنس، اللي هي إيش؟ اللي الآن الناس منتشرة فيهم كثير، الناس اللي ما بتتكلم، الناس اللي علاقاتها ضعيفة جدا، الناس اللي ما عارفة تكون سوشيال نتورك أو شبكة اجتماعية شيقة، إنه يكون يتعاونوا مع بعض، يتكلموا مع بعض، يتصاحبوا مع بعض، يلاقي صداقته وثقته بنفسه فين تكون موجودة؟ أونلاين، في التليفون، في السوشيال ميديا، في التويتر، وتلاقي صوتهم عالي جدا في وسائل التواصل الاجتماعي، في حين إنك أنت لو جيت جلست معاه وتكلمت شخص لشخص تلاقيه ما يعرف يتكلم ولا كلمة. فهذا الشيء جديد كمان مع التقنيات الجديدة والحديثة اللي حاصلة، خلت الناس أكثر عزلة وأكثر عزلة وأقل ثقة بالنفس، لأنهم فعلا ثقتهم في النفس محطوطة في إطار الشاشة اللي هي أمامهم. علشان كده حتى نلاقيهم في أوقات كثير حاطين أسامي مستعارة، يقدر يصير أجريسيف اللي هو عنيف، يقدر يصير متكبر، يقدر يصير مغرور، يقدر يصير حكيم، الشخصية اللي هو يبغاها يرسمها لنفسه بيحطها فيرتشوال لأنه ما يقدر يواجهها وجها لوجه. فهذه أنواع الثقة بالنفس وتعزيز الثقة بالنفس. طيب لو أخذنا الثقة بالنفس، إيش هي النقاط اللي تخليني أعرف إذا أنا واثق من نفسي، أو تبغى تتأكد من شخص أمامك إنه هو واثق من نفسه؟ أنت ما تقدر تسأله بس والله أنت واثق من نفسك حيقول لك إيه ولا لا، لا، في أشياء معينة. رقم واحد اللي هي علاقتك بنفسك، إيش هي؟ اللي إحنا نسميها حب الذات. وهذه من الأشياء اللي برضو الإنسان يعتقد أوه أنا ما أحب نفسي، أنا ماني متكبر، أنا ماني نرجسي، أنا ماني نرسستي، أنا ماني مغرور عشان أحب نفسي. لا، مش كلام سليم. أول محبة للإنسان وأهم محبة هي محبته لذاته. من محبته لذاته يقدر يوزع أنواع الحب الأخرى. كيف يعني؟ حبه لذاتك ليه؟ لأنه أنت الإنسان اللي بتجلس معاه كثير بتحبه. إحنا لما بنقعد مع شخص في بيت أو في شغل حتى لو كان العدو لينا، إحنا بنضطر نعمل علاقة حميمة وعلاقة جيدة بيننا وبينه علشان الحياة تمشي. فتصوروا الشخص اللي قاعد معاك على طول، اللي قاعد معاك أنا نسميه 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، حتى لو نمت، يعني اللي يقول لك والله أنا أحب أكثر شيء أمي في الحياة، أنا أحب زوجي أكثر واحد في الحياة، أنا أحب كذا أكثر شيء في الحياة، صحيح، بس هذا الشخص اللي أنت بتحبه مو قاعد معاك على طول، مش موافقك على طول، حتى لو إيش قاعد معاك طول اليوم في البيت يجي وقت النوم وينتهي الموضوع، لكن أنت مع أنت هتقعد معاه 24 ساعة على 7، حتى في النوم في الأحلام مشاكل. فبالتالي زي ما أنت ما بتقبل إنك أنت تأذي إنسان أنت بتحبه أو تعامله بطريقة سيئة أو بطريقة دونية،
محتاجين إنه كمان نحب نفسنا، لأنه هي أكثر وحدة لصيقة بينا ومحتاجة الرحمة. هذا رقم واحد. شيء قاله أو مقولة قالها الرئيس روزفلت إنه nobody can make you inferior without your consent، يعني لا يمكن إنه أحد ينزلك ويخليك دوني إلا إذا أنت وقعت له عقد بدا شيء. فشوف الجمال في الكلام كيف. إذا أنت احترمت نفسك وحبيتها، اللي أمامك حيحبها ويحترمها. أنت قللت من نفسك وديت له هذا العقد إنه هو ينزلك، حينزل. رقم اثنين في الثقة بالنفس اللي هي معرفة الذات، بمعنى إني أنا عشان أكون علاقة جيدة بنفسي لازم تكون معرفتي بيها كويسة. أعرف نقاط القوة، نقاط الضعف، إيش الأشياء اللي أنا بحب أسويها، إيش الأشياء اللي أنا بكره إني أنا أسويها، إيش الأشياء اللي بخاف منها، إيش الأشياء اللي بتغضبني. فمعرفة الذات رقم اثنين في العلاقة بالثقة بالنفس. رقم ثلاثة، لازم يكون عندي أهداف واضحة، أعرف إيش الأهداف. إنسان أو شخصية بلا أهداف هتخليني غصب عني علاقتي بيها تكون سيئة. رقم أربعة، محاولة بقدر الإنسان قدر اللزوم أو يعني قدر المستطاع إني يكون عندي تفكير إيجابي، علشان علاقتي أنا بذاتي تكون كويسة لما يكون عندي تفكير إيجابي. ثقة بالنفس كوناها وضبطنا الأمور، ندخل على التوكيد الذاتي. كيف نوكد الذات؟ الآن الثقة موجودة بس إحنا نبغى نعززها، يعني نبغى نخلي الأفكار اللي موجودة والمشاعر اللي عندنا تصير على أرض الواقع بأفعال. أول شيء اللي هو تكون أفعالنا وتصرفاتنا فيها توكيد وعدم تردد. يعني لما آخذ اختيارات معينة يجب أن يكون عندي قدرة على تنفيذ هذه المشاريع بدون أو بأدنى حد من التردد. معرفة حل المشكلات هذه حتعزز الثقة بالنفس. رقم اثنين، التواصل الفعال مع الآخرين. كل ما كانت عندي علاقات جيدة مع الآخرين، عندي زي ما قلنا سوشيال نتورك أو شبكة اجتماعية جيدة، كل ما تعززت ثقتي بنفسي. لما أقدم نفسي للآخرين يجب أن يكون تقديمي جيد وواقعي، يعني مو لازم أنزل نفسي، مو لازم أحط من شأني، وفي المقابل الصفات اللي انا احطها تكون واقعيه، مو لازم اطلع نفسي السوبر هيرو، مش لازم اطلع نفسي السوبر وومن، مو لازم اطلع نفسي السوبر موديل. الاشياء الواقعيه موجوده. نرجع ثاني للموازنه، الموازنه بين الثقه والكبرياء. ضد راقي للمشاعر، يعني مو كلمه تجيبني وكلمه توديني، شيء يخليني سعيده جدا كلمه ترفعني لفوق وكلمه تنزلني لتحت. كل ما الإنسان عنده قدرة على ضبط المشاعر، كل ما كان هذا دليل على أنه ثقته بنفسه مؤكدة ومعززة بالشكل الصحيح والسليم. لأنه لو كلمة تجيبه وكلمة توديه معناه ثقته بنفسه مهزوزة، محتاج دائما أحد يدعمه في ثقته بنفسه. إيش المظاهر اللي تخليه نقول آه والله هذا الشخص ثقته بنفسه كويسة وتوكيده بنفسه كويس أو تعزيز الثقة بنفسه ممتازة أو جيدة؟ في أشياء بسيطة جدا إحنا ما نتخيل إنها تدل على ثقتنا بنفسنا أو ضعفنا. أول واحدة اللي هي قدرتنا على طلب المساعدة. ناس كثير تعتقد إني أنا إنسانة مثلا قادرة، إني أنا إنسانة ذكية، إني أنا إنسانة شاطرة، إني أنا إنسانة مهمة، بالتالي أي طلب للمساعدة في أي جانب من جوانب حياتي يضعف من شخصيتي. لا، لو أنا واثقة من نفسي فعلا هعرف إني أنا عندي أشياء نواقص ما أقدر أكملها، تكميلتها بالعلاقات بإني أنا أستطيع إني أطلب المساعدة من الآخرين. فتلاقي الشخص مثلا بين إنه هو والله واثق من نفسه كل حاجة، لما تيجي عند هذه النقطة ما يقدر يسويها، وهو يعتقد إنه هو قوي وإنه يعتقد إنه هو إنسان مهم، في الحقيقة لا، هو ضعفه هو اللي مخليه لا يطلب المساعدة. وفي المقابل طلب المساعدة نيجي النقطة البديلة اللي هي تحمل المسؤولية. النقيض بالضبط، أنا أتحمل الشيء اللي علي واللي أبغى أسويه، لأنه كمان عدم تحمل المسؤولية ضعف. في المسؤولية هذه الأشياء اللي أنا لا أستطيع أن أؤديها ما فيش مشكلة إني أنا أطلب مساعدة من الآخر. الاستطاعة أو قدرة قول كلمة لا، هذه من الأشياء الناس ما تعرفها. لما أطلب منك طلب إذا أنت ما تقدر تسوي لي إياه قل لي لا، وأنا هحترم هذا الشيء.
ليش الناس تخاف من انهم يقولوا لا؟ عدة اسباب، منها انه دائما عندهم الفكرة انه لازم انا ابسط اللي قدامي، لازم ارضيه، والارضاء هذا يكون باني ما اقول له لا ابدا. مو صحيح. اذا كانت لا هذه حتساعدك وحتريحك وحتخليك تعمل انت انجازاتك، قول لا. دائما يشعر الخوف من ردة فعل الاخر، انا لو قلت لا حيتركني الشخص اللي امامي، او حيتركني شخص مهم بالنسبة لي، فلازم احقق له كل الاشياء اللي هو يطلبها مني. لا، لازم ننتبه انه كل كلمة لا بنقولها للشخص اللي امامنا في مكانها هي نعم للذات، هي نعم لي انا، اللي هي زي ما قلنا لازم نحبها ولازم تكون علاقتنا فيها كويسة، لانه هي اللي مستمرة وعايشة معانا على طول، وهي اللي تحتاج الرحمة اكثر من اي احد ثاني، واذا ما رحمت ما حعرف اتعامل مع الاخر. فدائما ننتبه لكلمة لا. ارجع اقول للاشياء هذه مو معناها اني افضل اقول لا على طول. الناس اللي تعتقد كلمة لا معناها اذا قلت لا فانا موجود، لا، مو هذه الفكرة. الفكرة عندي انه اقول لا لما انا احس اني انا ما اقدر اسوي ده الشيء، عندي اهميات، عندي اولويات في حياتي لازم اعملها قبل ما اقول كلمة لا. رقم ثلاثة في توكيد الذات اللي هو القدرة على مدح الآخر. متخيلين هذه من الأشياء اللي تخليك إنه عندك ثقة بالنفس؟ أنا ما أقدر أقول لوحدة أنت مثلا حلوة إلا إذا أنا عندي ثقة إني أنا في حلاوة أو جمال. ما أقدر أقول لوحدة أنت ذكية وأنت وأنت إلا لما أنا أكون واثقة بالأشياء اللي عندي، حتى لو ما عندي نفس الذكاء، لكن على الأقل عندي صفات حلوة ثانية أقدر أعطيها إياها. فقدرة على المدح وتقبل المدح. في ناس لما احد يمدحهم تلاقيهم خجلوا تماما. ليه؟ لانهم مو واثقين من كلام الشخص الاخر، بل بالعكس يعتقدوا دائما ان الانسان اللي بيمدحهم بيجاملهم، بينافقهم كمان، يا ريت مجامل، منافق. فتقبل المدح وذكره او يعني القائه على الاخر دائما فيه ثقه بالنفس. ماشي؟ برضو نرجع لنفس فكرة الثقة والكبرياء أو ضعف الشخصية. ما نبغى نمدح حمال على بطال، ما نبغى نتقبل أي مدح كمان، لازم الموازنة في الأمور. نفس تقبلنا للمدح محتاجين أن نتقبل كذلك النقد، والنقد البناء طبعا، مش واحد يسب ولا واحد يشتم ولا واحد يغلط، لا، نقد بناء. قدرات مو سهل النقد عموما، يعني لازم الواحد يوضح أنه النقد مو سهل على النفس البشرية، دائما الإنسان يعني يزدع من النقد. لكن الشطاره انه لما ارجع افكر فيها في البيت ارجع اقول لا والله هو فعلا قصده كده، خليني اصلح، خليني اضبط، هو يعني ان هو مهتم فيا لذلك انتقدني. فتقبل النقد برضه يوريك انه في ثقه بالنفس، إن لما اجي افكر فيها ما دام هو انتقدني في هذه النقطه معناه الامور الثانيه عجبته فيه، لو عندي ثقه بالنفس جيد. المشاركه بالرأي، احنا في اجتماع والناس قاعدين يعني يتكلموا في ارائهم، مشاركتي برايي بطريقه طبعا ذوق ومحترمه هذا بحد ذاته يوري الانسان قد ايش عنده ثقه بنفسه، ومؤكد هذه الثقه بالنفس حتى لو الاشخاص الاخرين مختلفين معاه في الراي، لكنه يوضح رايه. في ناس كثيره لا، علشان زي نرجع مره ثانيه حكايه انهم يبغوا الاخرين كلهم متقبلين، مو عايز، ما يبغوا احد ينتقدهم، ما يبغوا انهم يفتقدوا الاخرين، قولوا لهم يمين يمين، قولوا لهم يسار يسار، يقعدوا مع جماعة ملتزمة دينية تلاقيهم متدينين، يجلسوا مع ناس مثلا ما لهم في الدين يصيروا ما لهم في الدين، وهكذا. هذول الناس اللي احنا نسميهم الشخصيات الإمعة اللي ما لهم رأي، اللي أكيد إيش سبب إنه ما عندهم رأي؟ إيش اللي خلاهم بهذا الشكل؟ إنه ثقتهم بنفسهم ضعيفة، فبالتالي ما يبغوا يفقدوا هذول الناس، لأنه مصدر قوتهم الناس اللي حولهم. ذكر الرأي، إبداء الرأي والمشاركة فيه طبعا زي ما قلنا باحترام وأدب يعزز الثقة بالنفس. الناس اللي بيتبعوا الموضات على طول، اللي من موضة لموضة، بس ريحة الشعر، في الصبغات، في الملابس، حتى في الأيديولوجي، حتى في الأفكار، يعني بلاش ناخدها من ناحية تافهة أو بسيطة في الأشياء الخارجية، لا، حتى في الأفكار. الموضة هذه الفترة مثلا اتجاه معين سياسي أو ديني اتجهنا إليه، الفترة هذه لا اتجاه آخر صرنا معاه، نتبع اللي هي السوشيال ميديا، بنتبع الإعلانات، بنتبع الدعاية، كيف ما الناس أظهروا حاجة حلوة إحنا مشينا وراها. هذا برضو يدل إنه في مشكلة في الثقة بالنفس، في مشكلة في تعزيز الثقة بالنفس.
ما نبغى احنا كمان الناس اللي هم يمشوا بالعكس على طول، ناس ماشيه في اتجاه هو يمشي عكسها ونقول هذا واثق من نفسه، هذه حترجع ثاني لمشاكل الثقه بالنفس. لكن الانسان اللي عنده رؤيه معينه ولهدف معين زي ما قلنا وعلاقه جيده بالنفس حيخليه يوازن بين ما هو مطلوب وبين ما هو ايش الشيء اللي هو يبغاه ويحس انه هو مرتاح داخلي. شعور انه هو مهتم دائما زي ما قلنا برأي الآخرين او تقديرهم لازم تتخفف علشان يشعر بالثقة بالنفس. احنا هنا قلنا مظاهر توكيد الذات ومظاهر الثقة بالنفس، كيف نقدر نساعد انفسنا علشان نوكد ذاتنا؟ محتاجين بقدر المستطاع رقم واحد التقليل المستمر من القلق والشعور بالذنب. يمكن تكون هذه أول ساين، يعني أغلب الحالات اللي جينا في عيادات النفسية ويمكن المختصين يوافقون الرأي، دائما يجونا قلق، يجينا خوف، نوبات هلع، شعور بالذنب، اكتئاب. لما تيجي لأصل المشكلة، أصل المشكلة دائم يعود إلى ثقة هذا الشخص بذاته، كيف هو شايف نفسه تخليه يتصرف تصرفات كثيرة ومنها الشعور بالذنب. أي حاجة بيتصرفها أو أي حاجة بيسويها دائما يشعر أنه هو سوى أقل من المطلوب منه ودائما يشعر بالذنب. فالشعور بالذنب هذا يزود القلق، يزود الاضطراب ويخليه كأننا في فيشس سيركل، في حلقة مفرغة، يرجع مرة ثانية يشعر بالدونية وما إلى ذلك. محتاجين أنه لا نذهب إلى جزيرة أنا أسميها لو بس. جزيرة لو بس هذه جزيرة مزعجة جدا، يعني حتى في الحديث ابتعدوا عن كلمة لو. لو بس هذه الناس دائما يقول آه لو فيا هذه الصفة والله كنت أحسن إنسان في الدنيا. آه لو حصل الموقف بالشكل المختلف كان صار كذا وكذا. لو حصل كذا كان صار كذا. عمرهم ما يتقبلوا الحدث زي ما هو. دائما في لو بس. لو بس. فدائما هذا الشيء شعرنا زي ما قلنا بالتقليل، بالشعور بالذنب والتقليل من الثقة بالنفس وما إلى ذلك، لأنها ما صارت كاملة. وهنا تيجي برضو الشخصية اللي هي دائما تميل إلى الكمال، اللي هي نسميه perfectionist، دائما عندها الشعور بالذنب ودائما بتدور على حاجة تنتقص من عمل. من الأشياء الإيجابية اللي إحنا محتاجينها في مقابل هذول النقطتين إنه إحنا محتاجين في حياتنا لاتخاذ المخاطر، taking risk. taking risk شيء من أجمل الأشياء اللي في الحياة، للأسف إحنا ما تعلمناها. دائما نزرع في أولادنا انتبهوا لا تسووا كده لأنه في مخاطرة، في أشياء حتصير سلبية. لا، الحياة حلاوتها بأنك أنت تاخذ المخاطرة، هيحصل كده وهيحصل كده. دائما في نسبة لو 1% من أي حدث من الأحداث إنها هتصير كويسة. هل أحد ضامن أي حاجة لما نروح مطعم، لما نسافر، لما نخرج، لما نتكلم مع أصحاب؟ أي شيء، أي كلمة بنقولها فيها مخاطرة. طلوعي معاكم اليوم فيه مخاطرة لو 0.5%. تحمل المخاطرة، الإحساس بالأدرينالين اللي طالع هذا يخلي الحياة ليها طعم. وتقبل. وتقبل في المقابل مش بس المخاطرة، تقبل الأخطاء. إيش يعني لو عملنا حاجة والشيء هذا ما طلع كامل؟ عملنا حفلة ما في أحلى منها بس الحلو ما كان كويس، تصور. وهذه من أحلى الكلمات لو الواحد اتعلمها، يعني أغلب الحالات اللي تجيني أقول لها حطوا كلمة سوت هذه في التليفون تبعكم، سوت. رحت اليوم وكان شيء من الملابس مو مضبوط علي، سوت. شعري ما كان مضبوط مرة، سوت. قدمت البحث بس ما كان كامل مرة، مش كل النقاط اللي مطلوبة مني عملتها، سوت. ايش اللي حيصير؟ ما حننتهي الدنيا، بل بالعكس احيانا حكايه انه احنا ندور على كل غلط ونصلحه ولو بس لو بس يخلينا لا نطلع لا مشاريع ولا نخرج ولا نطلع ولا شيء، لانه محتاجين الشيء يا اما all or none، يا اما كامل 100% يا اما ما حسويه بالمره ويخليني ما اسوي شيء. لا معلش انا اسوي الحاجه وفيها ناقص احسن مني ما اعملها بالمره. فهذه تقبل المخاطرة، تقبل الصح والغلط حيكون خلي الأمور تصير أفضل. تحمل مسؤولية النجاحات كما الإخفاقات. ليش إحنا لما نعمل حاجة غلط نقول أوه هذا بسببنا، في حين لما نكون عملنا حاجة حلوة حتى لو بسيطة لا لا والله المجموعة اللي عملتها، لا والله أصلا كل الناس بيعملوا كذا، إيش يعني أنا سويتها؟
التقليل أو التهميش من الأشياء الإيجابية اللي إحنا بنسويها في المقابل تعظيم أخطائنا. لا، خلينا إحنا نكون متوازيين، نتحمل المسؤولية في النجاح وفي الإخفاق. محاورة الذات بالطريقة اللي أنا بتكلم فيها الآن، إنه إحنا كده عملنا، إنه إحنا ما سوينا كده، واو. تقييم الحسنات في الشخصية، شوف إيش الأشياء الإيجابية اللي في الشخصية، لأنه دائما لما يجيك أحد تقول له والله قولي إيش صفاتك الحلوة، ها؟ والله يعني ما في شيء، يعني أنا شايف صراحة عيوب مرة كثيرة، أنا كده وكده وكده وكده، ويعدد لك كل الأخطاء. طيب إيش الأشياء الحلوة؟ يقعد فترة، اصبر معاه شوية. طب إيش الناس يقولوا عنك؟ يقولوا عني والله طيب. طب هذا حلو. طب ما كل الناس طيبين؟ لا، مو كل الناس طيبين، لا ما عليك. طيب هذه حاجة حلوة. والله يقولوا عني إني ما عمري كذبت، هذه حاجة مرة حلوة. ليش أنت شايف بس السيئات والحسنات هذه معدية؟ فمحتاجين إحنا من وقت لآخر، حتى الناس اللي ترى عندهم ثقة بالنفس كويسة، محتاجين من وقت لآخر إنه إحنا نقيم هذه الحسنات، ونعرف كمان نقاط القوة ونقاط الضعف عشان نشتغل عليها. كيف نحسن صورتنا أمام أنفسنا وأمام الآخرين؟ أول حاجة نبدأ بإنه حب ذاتنا، إنه ندلع. إحنا اتفقنا ما دام إحنا بنحب أحد إحنا بندلع، إحنا بنعامله معاملة كويسة، إحنا ما بنأذيه، ما بنجرح مشاعره، زي اللي إحنا بنسويه في نفسنا اللي نسميه جلد الذات، اللي من وقت للتاني نعايب في نفسنا وننتقدها لدرجة فعلا مؤلم. فاحنا بنحب نفسنا وبندللها، بندللها باشياء ترى مو لازم بس كلام، انت حلوه وانت جميله وانت اشطر منك ما في وانت ذكي، لا لا لا، احيانا باشياء حتى بسيطه، لما نروح نجيب لنفسنا هديه، ولا نروح نشتري فستان، ولا نعمل لنا تذكره سفر ونسافر فيها، ولا نعمل سبا ولا غيره، هذا كله دلال للنفس. لما اعمل هواياتي، لما ادي لنفسي فتره ارتاح فيها، لما أقعد كده وأصفن مع نفسي وأعمل استرخاء، هذا كله تدليل للذات. أقلل من زي ما قلنا جلد الذات بالشعور بالذنب المستمر. اللغة الجيدة، استخدام الكلمات الحلوة، مو بس مع نفسك أو مو بس مع الآخرين، حتى مع الذات. استخدام المفردات المحترمة المعقولة، يعني كثير يجونا نشوفهم حتى طريقة كلامهم عن المشاكل فيها ألفاظ جدا قوية وشديدة، هذه بتنعكس سلبيا على الإنسان. يعني لما يدي الاسم المشكلة حاجة، يعني لفظ سيء أو شيء، بيكبر حجم المشكلة، بيخليه متضايق حتى من نفسه. فمحتاجين إحنا نحسن لغتنا، نحسن الكلمات اللي إحنا بنستخدمها، نعرف إنه التعبير الجسدي، لغة الجسد أقوى بكثير حتى من الكلام في تعاملاتنا مع الآخرين. وأهم صفة في التعبير الجسدي اللي احنا دائما مهملينه الابتسامة. ما تتخيلوا انه الشيئين الاساسيين اللي الانسان يشوف الشخص الثاني بيه ويتعامل بيه على اساسه الابتسامة ونظرة العين، اللي هو التواصل البصري. لما الانسان يكون مهما كان كلامه حلو، ما هو مبتسم، ما في اي تو اي كونتاكت او تواصل بصري صح، يفقد اشياء كثيرة من العلاقة. نلاحظ انه الانطباع الاول اللي هو نسميه first impression، متخيلين انه 55% على المظهر الخارجي، اللي دائما يقول لك لا لا يا عم الداخل اهم من الخارج، المظهر مش مهم، اهم شيء الجو. ايوه صح، ايوه صح، لما تكون العلاقه عميقه وا 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 تكون محتاجين الداخل، لكن المظهر الخارجي مره مهم. انا اعمل انطباعي الاول، يعني عموما هذه دراسه، الانطباع الأولي دائما 55% على المظهر الخارجي، 38 على السماع، صوت، الصوت، التون، الريتم حق الكلام، سرعته، بطئه، طريقة التعامل وقت الكلام، فهذه عليها 38%. أما اللي احنا نطلعه من كلام 7% بس. فتقول كلام حلو، تقول مو كلام حلو، انطباع الأول دائما يكون بالتصرفات اللي هي أو التواصل الغير لفظي. فمحتاجين نهتم كثير بالتواصل الغير لفظي، فأشياء بسيطة، يعني لما نبغى نمرن أحد على تعزيز الثقة بالنفس، دائما أقول لهم هذا أول حاجة، اتعلموا تقولوا السلام عليكم بابتسامة. حاولوا تمروا على كل الأشخاص اللي أنتم بتسلموا عليها وتقولوا مثلا مساء الخير ولا السلام عليكم ولا صباح الخير بابتسامة، وشوفوا ردة الفعل.
هذه أول خطوة. ثاني خطوة وأنت بتقول السلام عليكم أو يعني صباح الخير مع الابتسامة، طلع في عين الشخص اللي أنت بتسلم عليه. لما تسلم عليه وعينك في عينه غير لما بس تديله إياها من ورا ظهرك زي ما يقول. لما نتقبل نواقصنا في الشخصية، هذه كمان من الأشياء اللي حتحسن صورتنا أمام الآخرين. يعني أحيانا حتى لما نيجي إحنا نقدم، يعني قبل شوية كم غلط غلطته، أضحك بيني وبين نفسي على نفسي. يعني أحيانا ترى الإنسان ما يقدر يكون كامل في كل شيء، لما يغلط ممكن يضحك على أخطاء، اللي هو السنس في هيومر، الدعابة. هذا حيخلي التعامل حتى مع الشخص الآخر يكون جيد جدا. أخذ القدوة من الأشياء اللي مهمة جدا في تعزيز الثقة بالنفس، إن الإنسان يكون لديه قدوة في الحياة، يقلده في طريقة كلامه، في طريقة تعامله. والقدوة هذه والتعلم أصلا ما يكون بس من شخص واحد، على فكرة إحنا نتعلم من جميع الناس اللي حوالينا. أي أحد يمر علينا في حياتنا إحنا بنتعلم منه شيء. نتعلم من البائع ومن السائق ومن الزميل ومن الصديق ومن الأهل ومن القريب ومن البعيد. وعلى حسب إحنا إيش اللي نختاره في التعلم ده، نختار الإيجابي ولا السلبي. والمعلوماتكم إنه إحنا كمان بنتعلم من الناس اللي فيهم صفات سيئة أكثر. ليش؟ لأنه هذه بنسميها التعلم الغير مباشر أو التعلم السلبي. كيف يعني؟ أنا بشوف شخص، هذا الشخص واضح إنه غير محبوب، هذا الشخص الناس بتتكلم عنه، فأنا غصب عني تلاقيني الأشياء اللي هو بيتصرفها أعمل بطريقة عكس. فإذا حتى الإنسان السيء أنا أقدر أستطيع أو أقدر إني أنا أتعلم منه. في عبارة محتاجين إنه إحنا نتعلمها علشان تعزيز الثقة بالنفس يزيد، اللي هي أنا أريد أنا أستطيع. دائما إحنا نتحجج إننا لا نستطيع. نخش هذه الدورة، لا 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 ما أقدر لها، أنا أسلوبي ومستواي ما يوصل لهذه الدورة. طب تعالوا نعمل هذا الشيء، لا 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 أنا ما أقدر. هي الحقيقة لو تيجي للسؤال الداخلي من جوه هو أنا لا أريد. نحتاج نحول الكلمة هذه أنا لا أريد إلى أنا أريد، بعدها حتيجي أنا أستطيع بسهولة، مع العلم أو بالانتباه إلى قدراتي. كمان ما أقدر أقول والله أنا حطير، أنا حصير وزيرة في اليوم وليلة مثلا، ما تيجي المسألة. أنا أريد أنا أستطيع، لكن الاستطاعة هذه في حدود شخصيتي، في حدود إمكانياتي، في حدود مواهبي، في حدود قدراتي. ما دام أريد فإذا أستطيع. وفي المقابل محتاجة أعمل حاجة حتى في موضوع تعزيز الثقة بالنفس، أنا أريد إني أنا أحسن صورتي، أنا أريد إني أعزز ثقتي بنفسي. لازم دائما أعطي لنفسي حاجة اسمها ستارت ديت أو يوم للتغيير. أنا حابدأ أعمل التغيير بعد شهر. بعد شهر تاريخ كم؟ 15/7 مثلا. خلاص؟ الساعة كم؟ 15/7، الساعة 4 سأبدأ التغيير. هذه من التكنيكس المهمة جدا في حياتنا لما نبغى نعمل أي تغيير في حياتنا. توقيف سجاير، توقيف غضب، إدارة أي تصرف إحنا نبغى نغيره في حياتنا، محتاجين حاجة اسمها ستارت داي. وميزة الستارت داي إنها لا تسبب توتر زي كلمة ديدلاين. اللي حضر معايا الغضب كنت أقول لكم من الأشياء اللي تؤدي إلى الغضب والتوتر كلمة ديدلاين. ترى في 15/7 هذه آخر فرصة ليكي في الحياة إنك أنت تتغيري ويصير عندك ثقة بنفسك. هذه مؤلمة جدا وتخلي التوتر والقلق يرتفع بشكل شديد. فإحنا محتاجين نحسن، شوفوا الكلمات كيف زي ما قلنا في الأول، اختيار المفردات. ستارت داي، بداية التغيير. بداية التغيير متى حيكون؟ حيكون بتاريخ كذا في الوقت الفلاني في الوضع الفلاني. ختاما علشان يعني نعمل ملخص اللي انا قلته، يجب ان نعرف ان الثقه بالنفس تاتي من معرفه مواطن القوه اللي بداخلنا، وهذه متى نعرفها؟ لما نكون احنا متصالحين مع انفسنا، ويبدا التصالح بعلاقه حب بيننا وبيننا، وتعيين اهداف مستقبليه، لانه بدون هدف الانسان هذا يضعف، يشعر انه ما له اهميه في الحياه، ومن هنا تضعف ثقته. يضع اهداف واثقين منه حتحصل عثرات. يعني احنا في اهداف وفي ثقه وفي كل شيء، بس هذا مو مستمر، حتحصل عثرات. هذه العثرات ما هي الا فرصه
للتعلم واكتساب الخبرة. لو احنا وي بليف انه هذه الاشياء، لو نؤمن بان الاشياء العثرات اللي تمر فينا في حياتنا ما هي الا خبرات، لانه على فكرة تعريف كلمة خبرة هي التعلم من الاخطاء، ما عمرها قالت التعلم من الاشياء صح، ما قالت التعلم من تفوقنا. الخبرة كلمة انه واحد عنده خبرة انه هو تعلم من اخطاء. في عبارة مهمة جدا لازم احنا نحطها في داخل أنفسنا عشان نتعلم إيش معنى كلمة الإنسان يكون واثق من نفسه، ألا وهي أنا إنسان صالح غير كامل. صالح وجيد وفيه صفات مرة حلوة لكني غير كامل، هي صفات جميلة، والصفات الجميلة هذه عادة تكون تفوق الصفات الخاطئة والمشاكل اللي عندي والعثرات اللي عندي، لكن أنا سأحاول أن أعمل على هذه الأخطاء. نفع ومش الحاب صلحت الأخطاء خير وبركة، أنا دائما أسميها الكرزة اللي فوق التورتة. ما مشي الحال أنا حتقبل نفسي بعيوبي، لأني في النهاية إنسان صالح وغير كامل. إيش يقول إريك إريكسون عالم النفس؟ نحن جميعا أعمال جارية تحت الإنشاء في طور التحسين. يعني إحنا كأننا لوحة فنية أو مشروع، إحنا مشروع في الحقيقة، المشروع هذا غير كامل ما اكتمل، لكننا دائما شغالين علشان نتحسن ويطلع المشروع هذا في أحلى صوره. فلو إحنا فهمنا كده بإذن الله الثقة بالنفس تكون أحسن، تعزيزنا وتوكيد الثقة هذه نعمل عليها تصير وضعنا أفضل، علاقاتنا تكون أحسن، ونشعر بالسعادة اللي إحنا محتاجينها. وختاما عشان بس أختم كلامي، إنه ما في إنسان واثق بنفسه طول الوقت على فكرة، يعني هذا اللي حابة كمان أبدأ فيها وبختم فيه، إن الإنسان ليس على طول واثق من نفسه، وليس واثق من نفسه في جميع المواقف وجميع الظروف. تيجي ظروف تخلي الإنسان أضعف شوي، حساس شوي، مع ناس معينين تحسه واثق من نفسه مرة، ومع ناس آخرين أقل الثقة بالنفس. هذا لا يعني إنه الإنسان برضه مش كويس أو إنه عديم الثقة بالنفس، لكن الحياة بهذا الشكل. اللي يهمنا إنه على المدى الكامل أو جميع محتويات حياته أو أغلب محتويات حياته يكون ثقة بالنفس متوازنة وقوية. أنهي كلامي وأتمنى لكم يوم سعيد، وإذا في أي أسئلة أنا مستعدة أجاوبكم عليها. الناس اللي سألوا يا ريت يسألوا مرة ثانية لأنه ما تجيني على طول. أشكركم، أنا ما عندي أي أسئلة هنا، أي سؤال، أي استفسار، أي تعليق. كان في أسئلة بس وأنا بتكلم فما لحقتها. شكرا لكم. أشكركم. العفو للجميع. أشكركم وأتمنى لكم حياة سعيدة. شكرا لكم، شكرا على حسن استماعكم. مع السلامة.